نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحة الحوادث. بلاش ابتزاز. ايش طيب رو، انا والملفايه طالعين على الخن، يلا حصلنا. وهي عملت لنا ايه في الاخر غير انها لبستنا في الحيط وخلتنا نقع على الفاضي؟ بزواري اني تبوكي بعد ما مات يا ملك. انا قلت عليها يمشي. قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. حضرتك بتقول انكم لقيتوها في اوضه نوم. يا ريت بقى تقولي لنا اللي حصل لما رحت مع تامر بيه. مش عملت محضر بضياع الدبله؟ والملفايه بقى تبقى صاحبه الدبله دي؟ ازاي البيه الخبير يقول في تقريره اني مزوره عنده ابويا؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ المرفايه دي تبقى رشا محجوب مرات نديم فخري. وحلني على مثبت للمحكمه انه دي مش انا. ايه ده انتوا لقيتوها؟ انا ورشا رجعنا لبعض في مانع. انت مجنونه، ازاي اتصورتي معاها بالشكل ده؟ انت رح تتجوزها على طول. دي خرصه. مريم لطفي الجرحي؟ امضي لي هنا علشان هي ما تتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شوي. الف سلامه. ده انذار بالطاعة من جوزك. خلاص خلاص فهمت. امضي وخلص لي. انت فين؟ ايوه يا حبيبتي مالك، في ايه؟ طب ممكن تفهميني انت مخدوده كده ليه؟ خلص اللي قلت لك عليه وارجع لي كمان نص ساعه. حاضر يا فندم. وهي مريم صغيره يا حبيبتي، شويه وهتلاقيها راجعه. محضر؟ طيب اوكي اوكي. بص انا عندي ميتنج مهمه دلوقتي، هخلصه وارجع على طول. اوكي حبيبتي، يلا باي باي. ناقصاك انت كمان يا مريم، مش كفايه اللي انا فيه. ملعب ايه ده؟ أيقوم. إيه؟ ملك؟ أسود. مستر نديم، إلحق ملك بتتضرب تحت. أفندم؟ ملك بتتضرب. طب بلغي الأمن بسرعة. الله الله الله، مدام ملك، مدام ملك، مدام ملك. طب قومي معايا، قومي معايا، قومي معايا. هات العربية، اجري بسرعة.
فين؟ اللي جابني هنا؟ اهدي وطمني خالص، انت كويسة وبخير وزي الفل، ما فيكيش أي حاجة. هو إيه اللي حصل؟ ومين دول اللي عملوا فيا كده؟ ما تفكريش في حاجة دلوقتي. أنا معرفهمش. هما مين دول؟ كانوا عايزين مني إيه؟ نطمن عليك الأول وبعدين نشوف الأسئلة دي. إيه يا مفيد؟ مبدئياً كدمات بسيطة هتتعالج بمرور الوقت، لكن عشان نطمن هنعمل إكس راي. جهزي لقطة الأشعة بسرعة وخلي حد من دكاترة العظام يجي لمكتبي فوراً. حاضر. اتفضلي. إيه وهرجع لك تاني. أوكي. الحمد لله. ألم فظيع. مفيش حاجة إن شاء الله. أنا مش فاهمة إيه اللي حصل. وهما كانوا ماشيين ورايا، ولا كانوا عارفين إني جاي لك، ولا كانوا مستنييني؟ مش قلنا ما نشغلش بالنا دلوقتي؟ ما نشغلش بالي إزاي؟ دول كانوا عايزين يموتوني. أخاف كده. في واحدة فيهم قالت اسمي، نادت عليا بالاسم. اللي يعمل اللي عاملة دي مش راجل، اللي تبعت ستات دي أكيد واحدة ست. أنا مش عارفة، مش عايزة أظلم حد. لا دي واحدة عارفة كويس قوي إن أنت جايلة وعاوزة تمنع إنك تشتغلي معانا تحت أي ظرف من الظروف. إيه الكلام ده يا أميرة؟ تهيألي هي دي الحقيقة يا مستر نادين، وبكره البوليس ياكد كلامي. بوليس؟ لا بلاش بوليس. بلاش ليه؟ انت مش عايزه تعرفي مين عمل فيك كده؟ اه طبعا عايزه اعرف. بس ايه؟ مفيش داعي، مفيش داعي للبوليس. الله، مفيش داعي يعني ايه؟ ده زمان امن المجموعه بلغ. لا الحقيهم يا اميره لو سمحتي، الحقيهم اقول لهم مفيش داعي. انت في حاجة خايفة منها؟ لا مش خايفة من حاجة، بعدين لا يبقى في حاجة انت عارفاها ومش عايزة تقوليها لنا زي ما تحبي. ملك انت خايفة اسم مستر نديم يجي في اي حاجة ويحصل شوشرة؟ صراحة اه، بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي مخوفاني. حاجة تانية بس مش هعرف أقول عليها دلوقتي. انت خايفة تكون رشا هي اللي عملت كده زي أميرة ما بتلمع؟ لا أنا دماغي ما راحتش لرشا خالص، أنا دماغي راحت لحد تاني. حد تاني مين؟ تي ايه تسافر لوحدك من غيري ليه ان شاء الله؟ لا ده الموضوع فيه انا. لا انا ولا كان، انا هاخد بنتي واطلع شرم يومين. لا والله، وانا ايه؟ هوا فراغ مش موجوده بالعربي كده، واجيبها لك على بلاطه ومن غير لف ولا دوران. البنت ما بتقبلكيش. ليه يا حازم؟ ليه ما بتقبلنيش؟ بعض جرى يا حازم؟ هو انت كل ما تروح للي ما تتسمى دي ترجع قلب عليا؟ وسام لو سمحتي. لا بقول لك ايه، انا مش هخاف من صوتك العالي المره دي واتهد. عايز تسافر رجلي على رجلك، شغل الاونطه ده ما ياكلش معايا. هو انت ايه؟ والله العظيم انت ما انت فاهمه حاجه. لا فاهمه، انا مش حماره. تلمستك مش حماره يا دكتور. دي خطه امريكاني مرسومه، انت تاخد البنت وتسافر من هنا وهي تحصلكم من هنا، وكلمه في غنوه في حدوته الميه ترجع لمجاريها. ميه ايه ومجاري ايه؟ في طالبة جامعية تقول الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ امال عايزني اقول لك ايه وانا بيتي بيتخرب؟ بيت ايه اللي يتخرب عشان هسافر مع بنتي يومين؟ بص يا دكتور حازم، ومن الاخر سفر لوحدك مفيش، رجلي على رجلك، اتفقنا؟ لا ما اتفقناش. واهدي يا وسام وحط عقلك في راسك، انت عارفه لما الجنونه بتاعتي بتطلع انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هتطلقني؟ ما انا عارفه. ما انت اشتريت رخيص خلفه ومنعني منها عشان ما تربطش نفسك، ولما تبقى عايز تخلع تخلع بحريتك. ايه الكلام الخايب اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلام خايب يا حازم، دي الحقيقه. الكلام الخايب هو بتاع مستقبلك ودراستك والجامعه، هو ده الضحك على الدقون. الحقيقه بقى انك اتجوزتني انا
عشان تغزها بيا. اغزها بيكي؟ لا انت مخك فوت على الاخر. طب رد رد يا اخي يمكن خبرها ونخلص منها. انت ما تعرفيش تسكتي ابدا؟ لا ما بعرفش اسكت ابدا. ايوه رنا. اه حبيبتي كلمتي مامي في موضوع السفر؟ ايه مامي لسه ما جاتش؟ طبعا ملهاش كبير ولا حد يشكمها. قفلت تليفونها عشان تتسرمح براحتها. اخلصي بقى. لا يا حبيبتي مش انت. ها فهميني انت اخر مره كلمتيها امتى؟ وطنط مريم راحت فين؟ يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك. يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي هاديني مريم. ايه المفاجاه الجامده دي؟ ده انت وانتي ولا انت مش انتي؟ لان الحاجات دي مبقتش مضمونه يعني اليومين دول. لا انتي. تعالي طب تعالي. انا كنت وحشاني البرفيوم بتاعتي. اقعدي بس اقعدي. انت مالك مقلقه ليه؟ في ايه؟ في ايه يا مريم؟ في ايه يا مريم؟ ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. تعالي بس تعالي. الله في ايه؟ ده انا قلت عيلتي اول ما جالك الانذار وقلت معايا المفتاح وعارفه العنوان. وبعدين انا زعلان منك. لا بجد زعلان منك. ايه انت لابساه ده؟ مفيش حته كده شفتيشي حاجه بترتر بتلمع. بيبي دول من اللي موجودين جوه. الله طب انت جايه ليه بقى؟ الو ايه ده؟ انت جايه عشان عايزه تطلعي؟ قولي لاختك خليها تجيب الخمسة مليون وانا ارمي عليك يمين الطلاق تاني يوم. على تاني يوم ليه؟ ده انا اطلقك في ساعتها واديك الفيديوهات والشرايط وكل حاجه والصور. بس لغايه ما ده يحصل بقى انت مراتي يا حبيبتي. تعالي بس جوه كده نظبط بعض. طب وحياه امك مفيش خروج من البيت بقى على فكره. لا خفت انا والله. ارمي يا بنتي هبله البتاع اللي في ايدك دي ارميها. ليسي انت يا عم ليسي. ايه ايه الحكايه؟ مش عربيته المركونه بره دي؟ ايوه هي عربيه. يعني جوه المفروض. وسعي لي بقى كده شويه بقى. ايوه يا جماعه ما تظلموش يا جماعه. ممكن يكون بيستحمى بس ولا كده يكون نام. نام ازاي يعني؟ يقولوا لي هسبقك عشان ارتب القعده وبعد كده يجي ينام. تتكلموا كده يا باشا. كلمهم. سمعت جرس جوه وبعدين انتوا ازاي ما سمعتوش؟ انا بيتهيألي ان انا سمعت جرس بس انا مش متأكد بصراحة. يا جماعة انا مش بيتهيألي.
انا متاكد ان العيل ده جوه. طب لما هو جوه منفض لنا ليه؟ ممكن يكون شاط واحده كده ولا واحده كده ويظبط حاله. انت قاعد عبيط يا ابني. هو ليسي بتاع الحركات دي؟ ليسي بيبقى مركز قوي في اللي بيقع عليهم. سنان. معاه جوه دي مش شاط. طب احنا هنفضل واقفين كده كتير ولا هنمشي ولا هنكلمه تاني ولا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره. انا هكسر الباب وهقفشه متلبس. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا بينا. ايه يا جماعه انتوا عايزين تخسروه ولا ايه؟ ما تهدى. ما خسرنا بالحركه البلدي اللي عاملها فينا دي. اهو شوف بيقول لك ايه؟ يا اخوات افتح لنا عادي احنا مش هعمل حاجه ولا هقطع عليه هنتفرج بس. ليسي افتح يا ليسي افتح يا ليسي استنى 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 ده بعت مسج يا معلم بيقول لك العيال الواطي ده جوه وسمعنا ومش لوحده فعلا بيقول لنا نلم الدور كده ونمشي عشان ما واحد نمشي ده عند ام لولو تعالى هو علي بقى كده يا معلم تعالى هتعمل ايه يا مجنون شوف انا هعمل ايه انت هتقعد تتفرج عليا خلاص خلاص اهو ادي هخبط اهو تستفيدوا ايه بس لما تعملوا معاه كده هتخلوه يخسر الموز اللي هتجيب له هدايا وتاخدوها انتوا منه بنص الثمن يلا 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 سيبوه براحته يلا بس كده يعني خلاص بقى في ساعة رولك اوريجن ب 10000 جنيه يا شريف هو يعني كان دافع حاجه من جيبه احترمي نفسك يا وسام حازم لو نزلت والله العظيم هترجع معاها هتلاقيني في البيت ما انا مش ممكن افضل قاعد وسايب بنتي خايفه ومخدوده لوحدها انا ازاي انزل يا اخويا لف ودور في المستشفيات والاقسام على هانم اختها ما يولعوا بجاز احنا مالنا وبنتي مالها بنتك ما هي متهببه لسه مكلماك في التليفون وكويسه بقول لك قاعده لوحدها خايفه حرام عليكي قاعده في بيتها مع شغالتها ثم ايه اللي مسهر بنتك لغايه دلوقتي ما تخش تتخمي تنام ياكش يجي لنا خبر امها الصبح ونرتاح بقول لك ايه يا وسام اخس الشيطان وخليني انزل اجيب بنتي عشان اليوم يعدي على خير على جثتي يا حازم لو نزلت تليفونك معاك كلم البت للصبح وابقى احكي لها يا اخويا حكايه ام 44 ومغامرات اختها الصايعه لغايه ما نشوف جوز الغربان دول كانوا في انهي داهيه ده لو كانوا اساسا خرجوا مش قاعدين في البيت وبنتك بتشتغلك كالعاده دي كدابه وايه اللي هيخليها تكذب بس بتكذب زي امها كدابه بتدحرجك بتدحلبك بتجرجرك كون النسوان انا عارفه كويس ايوه حبيبتي عامله ايه دلوقتي مامي لسه ما جاتش يا حنين طب معاكي نمره السواق بتاعها سواق يا اخويا اللي هتاخده في مشاوير مندي ها وقلت له ايه قلت له اللي حصل بعد ما وصلت حضرتك شركه نديم بيه رحت مشوار ورجعت بعد نص ساعه وفضلت قاعد مستني حضرتك تحت لغايه ما بتوع الامن حكوا لي على كل اللي حصل وادوني عنوان المستشفى جيت على طول اكيد رنا كلمته ما كنتش عايزاها تعرف حاجه زي دي تلاقيها مخضوضه دلوقتي كفايه اللي هي فيه لقيتي لي الموبايل يا حبيبتي السكيورتي لقوا سيديها اللي كنت بتسالي عليها وطلعوها من المكتب عندي طب كلمها لي كلمني رنا بسرعه مش معايا رقم هات هات يا رب بس ما يكونش قال لها اصل انا عارفه اسلوبه كويس وانت ما كانش مفروض تقول حاجه زي دي قبل ما ترجع لي الاول حاضر تليفونها مشغول اكيد بتطلبني كلم الرقم اللي كلمك منه حازم قول له ان انا كويسه وانك فهمت غلط وانا انا في ميتنج يلا اطلبوه من بره يا ناصر حاضر بقول لك رامي هريني مكالمات ومسجز اعمل ايه اقول له لا ما تقوليش حاجه لحد يا امير مش عايزين نعمل مشاكل للراجل كفايه انه سايب مكتبه وشغله مش راضي يمشي من هنا غير ما يطمن عليا
طب عايزه اقول لك بقى شكلها رشا مراته هي اللي عملت فيكي كده. زي ما قلت لك مجرد كذبات بسيطه. يعني تقدر تخرج النهارده؟ طبعا تقدر. بس انت ما قلتليش مين الست دي وحكايتها وايه سر اهتمامك الاوفر قوي بيها؟ اوفر ايه يا مفيد؟ ست جايه تشتغل معانا ضربوها قدام شركتي اسيبها؟ لا طبعا. وتيجي؟ ما يصحش. لا انت توصلها لحد هنا، تقعد تطمن عليها، تقفل موبايلك، الدنيا تتقلب حواليك، محدش يعرف يوصل لك. ايه اللي حصل؟ انت ما قلتليش ليه انك رجعت لرشا؟ هي كلمتك؟ لا مش هي، لوجي. من ساعة ما رجعت من المدرسة بتحاول توصل لك مش عارفة. عايزة تقول لك سمعت ايه من الشغالين في الفيلا بخصوص مامتها. ما تقول يا مفيد حصل ايه؟ رشا اتقبض عليها. نديم انت فين من الصبح؟ انا دايخه عليك، كنت فين؟ قلت ايه في التحقيق؟ ما قلتش. هما اخدوا بصماتي وعينه من شعري، وانا كتبت لك كل ده في المسج. لسه شايفه حالها؟ انا مش هقعد هنا اربع ايام. اتصرف، اعمل اي حاجه. جمال الزيت بيعمل ايه بره؟ وانا كنت اعمل ايه يعني؟ ما انا مش لاقياك وعايزين ينزلوني الحجز مع المجرمين. قلت اكلم محامي يشوف لي صرفه، ويا ريتني كلمته من بدري. قال له لو كان معايا في النيابة كان زماني خرجت بسهولة. حكيتي له أي حاجة من اللي حصل؟ لا، قلت له إن أنا مش فاهمة حاجة ومش عارفة أتقبض عليها ليه من أصلا. نفس الكلام تقريبا اللي قلته في التحقيق، ووصيته ما يجيبش سيرة لأي حد ولا حتى أهلي. هو مش هيجيب سيرة لأهلك، هو هيجيب سيرة لمصر كلها. وأنا يعني كنت أعمل إيه؟ ما أنا مش لاقياك، وهو المحامي بتاعنا من سنين. المحامي بتاعنا عشان اسمه كبير، لكن رغاي وبيحب الفضايح عشان يفضل مشهور، ومش هو اللي بعتمد عليه في الحاجات دي. يلا هي فضيحة ولا أكتر. نديم، أقف جنبي. هتعمل معايا حركة كده ولا كده؟ أنت حر. عليا وعلى أعدائي. وأنت عارف جناني ممكن يوصل لحد فين. جمال بيه؟ نديم بيه، أنا قريت المحضر اللي هنا، وبكرة الصبح بإذن الله هطلع على تحقيقات النيابة و تشغلش بالك، الموضوع بسيط. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اتفضل على الدش. ثواني وراجع لك. ما تمشيش. أصل أنا ما تمشيش. نديم بيه، هو الوصول ليك صعب قوي كده؟ قبل أي كلام، ده قرار من النائب العام بمنع النشر. مفيش داعي نعمل فضايح وشوشره وفي الاخر القضيه تبقى متفبركه. متفبركه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وانا اللي هقول لك يا مجدي بيه، انتوا باي حق تاخدوا مراتي من بيتها وتتهموها بانها كانت مع راجل غريب؟ تمام. نديم بيه، لو سيادتك تحب تفتح محضر بالكلام ده انا ما عنديش مانع. ولا نخليه الصبح مع النيابه؟ ليه الصبح؟ تفتح محضر حالا وتثبت فيه ده. اللي هو ايه؟ ده ريسيت من الاوتيل اللي كنت سهران فيه انا والمدام، نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وثابت هنا انها دفعت بالفيزا بتاعتها، وعندك التاريخ باليوم والساعه والدقيقه، وفي شهود كمان. مش مدام نديم فخري اللي تعمل كده.
امال طلقتها ليه يا نديم بيه؟ هو لسه في حد بيصدق الجرايد؟ انا بصدق في الجرايد حاجه واحده بس، صفحه الوفيات. ثم انت خدت المدام منين؟ مش من بيتي؟ تبقى لعبه كبيره قوي يا مجدي بيه، تصفيه حسابات يعني، وانا لو اتكلمت البلد تولع، والبلد مش ناقصه. So your father said she's in a meeting. Calm down. بس أنا مش مطمنة. في حاجة غلط. بابي كان صوته مش كويس. مامي؟ يا روح الماما. وحشتيني قوي حبيبتي. أنت كمان. إيه ده؟ حبيبي لسه صاحي؟ عايزة أدوم. كده برضه تأخري عليا كل ده. معلش يا حبيبتي غصب عني، أنا آسفة. بس فاتي مش تتأخري بقى علي. إيه؟ حاضر هروحي. في إيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، أصلي وقعت وأنا نازلة من المكتب. بس أنا أهو قدامي كويسة وزي الفل، متقلقيش. أنت ما اتصلتيش بيا ليه؟ اتصلتش بيكي عشان لما وقعت تليفوني وقع كمان وشنطتي وانكسر، وبعدين مش بابي يكلمك وطمنك. خلاص سيبك مني دلوقتي وقولي لي، هي طنط مريم رجعت من بره فوق في اوضتها؟ ما قالتلكيش كانت فين؟ طيب حبيبي اتعشى؟ استني كتير روح يعني. بقولك ايه، انا هطلع اخد شاور بسرعه وانزل على السريع نتعشى مع بعض، اوكي؟ Sado, prepare the dinner, please. Mommy. Hey, روح المامي. هي طنط مريم متجوزة؟ مريم، Thank you.
قلتيش يعني انك يوم الحادث كنت سهرانه مع الباشمهندس نديم؟ اتلخبطت من كتر الخضه اللي انا فيها، نسيت كل حاجه. ودي حاجه تتنسي برضو؟ يوميها انا كنت سهرانه، يوميها كنت مع تامر، وتحريات المباحث بتقول انك خرجتي مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده، انا اللي مجني عليا هنا. هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله؟ اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي، وفي فواتير وشهود بكده، وفي شهود برضو بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر، وانكم خرجتوا مع بعض ورحت مع بيته. ما حصلش، كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا، لما تجيبوا ست محترمه من بيتها تقبضوا عليها يبقى ظلم وافتراء كمان. طب يا ستي، عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافتراء، هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك.